احنا واحد البلد اللي غني بالتراث، احنا غنية، احنا عندنا الانواع عديدة، ولكن الاجتهادات ما كاينش. انا كنعقل وكنذكر مزيان في الاوائل تاعي، قسما بالله الا كنا كنخرجوا حنا مجموعه كاع الناس اللي خدامين معايا وكنسافروا، كنمشيو للمدن، كنمشيو للقرى، كنقلبوا كنبحثوا في التراث باش كنجبدوا وكنخدموا داك الشيء، والحمد لله عطى الثمار ديالو. الا ما سيرتيش الوقت خصك تمشي تقلتي في حالتك. دونك هما وحنا ككل لا بد خصنا كتبقى رجل ثابته، يعني تيقول لك جديد مالو جده والقديم لا تفرط فيه. دائما واحد القدم راه هو ثابت في القديم، ولكن واحد لو با لا بد خصك تسير به العهد والعصر. علاش هاد المهرجانات كيداروا؟ كيداروا باش يكون تبادل ثقافي ما بين دوله ودوله. حنا كمغرب كنعرضوا على الاخوان الاجانب، يعني سواء كانوا عرب او اجانب غربيين، ولكن مع الاسف الدول العربيه ما كيعيطوش علينا حنا المغاربه. ملي كيبغيو يعيطوا كيعيطوا المصريين وكيعيطوا اللبنانيين بعضياتهم وكل شيء. مي حنا كمغاربه انا ما عمرني ما عيط عليا شي مهرجان من لبنان ولا من مصر ولا من نهائيا. فهذا التقصير هذا ماشي عندنا حنا، انما عندكم انتوما. وانا بكل فرح وبكل سرور وكنتسنى الجمهور تاعي، وانا عارفه الجمهور تاعي كيتسناني، وعيطوا عليا الناس من يعني كاين الناس اللي جايين من تطوان من طنجة، وانا فرحانه بزاف باش نستقبلهم ان شاء الله ويستقبلوني ان شاء الله باذن الله.